أيتها الأحلام للديكور، تعلم واستمتع، شاهد لتستمر بالإبداع. السلام عليكم، الله يعطيكم العافية جميعا. أهم نقاط شغل فن الديكور لازم تكون ميزان السقف أو ميزان الجدار. الجدار إذا كان طبعا جبسن بورد أو مثلا من مواد البي في سي اللي بتكون مخصصة للجدران أو القواطع. ولكن إحنا في الماضي كانت الناس تشتغل على بربيش الشقلة. بربيش الشقلة هذا بتعبيه مي كالعادة وبتوزن بين النقطة هاي والنقطة هاي بحيث انه خط المي، ولكن هاي بتاكل جهد وبتاكل وقت كثير، وبدك تنقل من شرشف لشرشف 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 عشان توزن، واليدوي بيظلوا مش ادق من الليزر. تمام. طبعا انا هذا الليزر القديم، الليزر القديم هذا كنت شغال عليه وقبل يومين انكسر معي، فاضطريت اني اجيب ليزر جديد. هذا الليزر 12 ليفل، وهذا الليزر الجديد 16 ليفل. تمام. باعتقادي مش ذات أهمية انه 16 او 12 ليفل، احنا بهمنا عينين. العين الاولى اللي هي العلوية تلف معنا 360 درجة، والعين الجانبية من الارض للسقف بتعطيني خط 360 درجة. طبعا هذا الليزر ليزر اخضر. من باب النصيحة انه اذا بدك تشتغل على الليزر يكون الليزر الأخضر وليس الليزر الأحمر، لأنه الليزر الأحمر بعطيك تشتت بالضوء، فالليزر الأحمر الغو لغي كامل. ما تجيبوا الليزر الأحمر، جيبوا الليزر الأخضر. تمام. ومن النقاط الثانية أنه المهم جدا أنه تتأكد أنه الشاحن تبع الليزر اللي هو الخمسة فولت ما تيجي تستخدم شاحن دريل. هاي نقطة كثير مهمة، شاحن دريل ما بينفعك نهائيا، لأنه هذاك 12 ل 18 فولت بينما هاي 5 فولت، فراح تضرب البطاريات، ولما تضرب البطاريات بالسيستم عنده بخرب. أنت كفني ديكور مش بحاجة أنك أنت تفهم مين اللي صمم هالليزر. الليزر هذا بدي يخدم معك فترة، مش شرط أنك تجيب أوروبي، تجيب صيني. تمام. لانه كلياتهم معرض للسقوط ومعرض للاذى والى اخره يعني، فانا بفضل انك تجيب صيني، راح يكلفك 100 120 130 150 دولار، بس بالمقابل خدمته كثير كويسه، ويعني بظلوا كمان احسن من الميزان. المي ميزان المي بوكل كذلك الامر وقت وسلافته طويله. طبعا الليزر بكون مع اللي هي التعليقة وترايبود صغير وترايبود عالي، هذا بينفك وبيرتفع بالقياس اللي انت بدك اياه. تمام. وهيك بعتقد انه اعطيناك لو معلومات بسيطة عن الليزر، وان شاء الله بنشوفكم على الفيديو الجاي. السلام عليكم. كانت المسافات تفرقنا، فبيت الأحلام للديكور يجمعنا، وتذكر الاشتراك بالقناة ليصلك كل ما هو مفيد وجديد.